مساء الفل. دلوقتي هنكمل الجزء الثاني من الريفيو البسيط اللي احنا كنا عاملينه عن ماكينة نون، الدبل كابسول او الدبل فانكشن، باودر وكابسول. الجزء الاولاني عملنا تجربة بسيطة كده للباودر، ان شاء الله هنعمل تجربة تانية النهاردة للكابسول. تمام، وزي ما احنا عارفين الماكينة دي كومباتبل مع الديوال كابسول ده. انا اخدت كوستا، تمام، دي الكوستا النسبريسو والدولتشي جوستو من نسكافيه. تمام، انا عملت حاجه برضو لذيذه عشان اتاكد وانا رايح. لما رحت الستور اللي اخدت منه، اخدت معايا السلوتين بتوع الكابسول عشان اتاكد ان هم كومباتبل جدا. جربت كتير يعني منتجات تانية وشركات تانية على الكابسول نفسه عشان اتأكد ان السلوت هيركب مظبوط ومية مية ومفيش اي مشكلة تقريبا في كل الكابسول، زي ما هو مكتوب على الماكينة ان هي كومباتبل مع الدولسي جوستو والنسبريسو. دلوقتي هنجرب كل واحدة فيهم لوحدها. دلوقتي هنبدأ بالكابسول الدولسي جوستو. تمام، وده اي بروميس ان هو اول تجربة، يعني انا مجربش اي كبسولات قبلها قبل الفيديو ده، بس كنت حابب ان انا اعملها دايركت بحيث ان الاكسبيرينس تكون واضحة تماما. من ضمن النصايح دايما ان الماكينة لما تقعد مثلا فترة مشتغلش، او يفضل ان انت نعملها زي كليننج، تمام، بس سايكل فري من غير باودر من غير كبسول من غير اي شيء. تمام، نتأكد نكون ان المية مليانة لغاية قبل الماكسيمم. الماكينة دلوقتي هتبدأ تشتغل. أنا طبعا اخترت الشورت كات لأن احنا مش محتاجين دورة كبيرة، دورة صغيرة كفاية. واتس دان، نسيبها تخلص خالص. تمام، نشيل المية دي. طبعا بقى في الجزء اللي تحت دوت الصوت الأخير ده عادي بتتنضف زي ما عارفين. هنبدأ نفتح الماكينة ونشيل السلوت الخاص بالباودر. تمام، وهنحط الدوسي جوستو ممتاز. نحط الكب بتاعنا، الكب ده مش هينفع، نحط الكب تاني. نتأكد ان احنا قفلنا تماما. تمام، الفلات وايت اللي انا اخدته الكابتشينو، او لا سوري ده الكابتشينو. تمام، وهنختار بسم الله ونجرب. عايز اقولكم على السمل رهيبة رهيبة. دلوقتي الماكينة خلصت. بصراحة النتيجة شكلها عظيمة جدا جدا جدا. تمام، والتيست كمان يعني هنجرب كده واحنا شغالين. ممتازة ممتازة بصراحة، يعني متقلش خالص عن أي مكان ممكن بتجيب منه ماكينة. يعني نشوف الكبسول طالعة معانا. اوكي،
وهنروح دلوقتي للتجربة التانية مع النسبريسو. انا اخترت كوفي كوستا سيجنتشر موكا ايطاليا. اوكي برضو هنجيب السلوت, عفوا مش ده, نجيب السلوت نركب الكبسول بالشكل ده ونقفل وهنروح نجرب على طول عشان وقت الفيديو واضح ان احنا طولنا في الفيديو شويه. واضح ان الجلاس ده مش مظبوط بس اوكي هنحاول نثبته تمام ونختار شورت كاب نشوف النتيجه. كده خلصت. ده باين الوش جدا يعني كثيف كريمي كتير, التركيز بتاعها ممتاز جدا. طبعا يعني للأسف الماكينة مفيهاش ميلك فروذر ولا كنا قدرنا بقى نعمل لاتيه ونقدر نعمل مشروبات تانية, لكن احنا جربناها على البيزك فانكشن الكابسول والباودر. فأتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. تمام ده الشكل النهائي للديول كابسول. تمام فشكرا لكم كتير, وانا بقبل اي نصايح. طبعا انا لسه هاوي جدا في موضوع الكافي ماشينز, وطبعا بمناسبة الجروب يعني شكرا لكم كلهم ورمضان كريم عليكم, وشوفكم تاني على خير. على السلامة.